التقارب الحذر عنوان المرحلة في علاقة بكين بواشنطن، فالبلدان اتفقا في اجتماع نادر جمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني دونغ جون في سنغافورة على إعادة فتح خطوط الاتصال المباشرة بين جيشيهما، خطوة وإن بدت أنها تهدف لخفض حدة التصعيد بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلا أن أوستن لم يخفي قلق واشنطن إزاء النشاط العسكري المتنامي لبكين قرب تايوان والفلبين. لكن أوستن قال إن الحرب مع الصين ليست وشيكة ولا حتمية، وأشار إلى أن إدارة بايدن تسعى إلى تهدئة التوترات مع الصين، وأيضا إرسال نظرت إليها الصين بشك، وهي رسائل نظرت إليها الصين بشك كبير.